عبارة عن دعم نفسي حقيقي للأطفال. الطفل عندما يخرج ما في يخرج ما في نفسه، فعمليا نحن نكون دعمناه نفسيا، يستطيع أن يقول، يستطيع أن يعبر، يستطيع أن يرسم، يرسم ما يجول بداخله، يغني ما يريد، يعزف، يكتب. عمليا هو هنا يفرغ طاقة، وبنفس الوقت يرى من يهتم به ومن يستمع له ومن يعطيه الأمل ومن يعطيه الحافز ومن يقدم له العون. أطفال سوريا ابتسامتهم الحلوة وسلاحهم هو الكلمة والأغنية، هدول هن الأطفال سوريا الحقيقيين اللي أساساً بيرفضوا الإرهاب بكل أساليبه. ونحن هدول قلت لك بدايتها أنه نحن رسائل عم نوجهها لكل العالم، هذا هو الطفل السوري اللي بيعبر عن مشاعره بكلمة وبأغنية. دربت أكثر من مرة وكل يوم على الشعر، وحبيت أظهر موهبتي قدام إنه الناس. يا طمطمة الصبح ويعلن الحمام الحجة إلى كل المآذن، حينما أقطف من جدران دمشق قبلة أشم فيها بصمات من مر قبلي في حارات التاريخ. ريشتي ثوب الحمام، ريشتي من شكلتني مثل ميا وحبيبا صاح يكفينا ألم. لست أعمى كي عد الآن قلبي من ندم، فارحميني يا شآم. حط الحمام على فؤاده بعدما صلى الشهيد على الشهيد وسلم، حمل الحمام على الجناح ثيابه كي لا يكون ضريحه إلا السماء. صعد الشهادة لا ليقطف نجمة، قدر الرجولة أن يضيء الأنجمة. أرأيت أنك لو رفعت جفونه لرأيت وجهك في عيونه باسما. لم يبق ماء كي يتم وضوءه، أمت يداه الياسمين تيمما. أحلى الحمام حمامة صلت كما صلى الشهيد على الشهيد وسلم.